رجعنا لحضراتكم مره تانية وعندنا كلام كتير في الكوره عن استعدادات الاهلي قبل مواجهه سيمبا المرتقبه في ذهاب دور الثمانيه لبطوله الدوري الافريقي المقرره يوم الجمعه القادمه في تنزانيا. وبطبيعه الحال هنتكلم كمان عن منتخب مصر واخر المستجدات على الساحه الكرويه، يعني من خلال يعني اللي انا سعيد ان هو موجود معانا النهارده كابتننا الكابتن ايهاب جلال حارس مرمى النادي الاهلي ومدير مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق. كابتن ايهاب مشرفنا ومنورنا وصباح الخير. صباح الخير يا فاروق، انا سعيد ان انا معاك طبعا ومع نهاوند طبعا. اهلا بحضرتك. ده طبيعي يعني. فانا سعيد ان انا معاك النهارده ان شاء الله وربنا يكرمك يا فاروق. نخش بقى على طول في الموضوع. نخش على طول ونتكلم عن مباراه الافتتاح طبعا، نتكلم عن اهلي وسيمبا التنزاني، وبالنسبه لهم احنا حتى عرضنا الكواليس وعرضنا ازاي الجماهير بتستعد، الستيكرز متعلقه في كل حته، تحس ان هو حدث عالمي بيقام عندهم، مباراه مهمه جدا، ناس كثيره جدا حتى في يعني من مشجعي سيمبا بيحبوا النادي الاهلي بيحبوا يتصوروا، وشفنا مشاهد دي اكتر من مره. لكن على الصعيد الفني احنا لعبنا قبل كده هناك وخسرنا، هل ده مقلق ولا ده مش مقياس، ولا انا ما بلعبش على ارضي ما بيفرقش معايا النتيجه قوي يكفيني التعادل السلبي، وهل السيناريو ده لو طبق المره دي الامثل؟ يعني خلينا نبدا من الزاويه دي. بص يا هوند، النادي الاهلي طبيعي جدا لازم يكسب، وطبيعي جدا ان زي ما حضرتك قلت كده الكواليس هناك حدث، والنادي الاهلي رايح هناك، النادي الاهلي معروف جدا في افريقيا، بطل افريقيا كذا مره، وهو المتزعم يعني افريقيا كويس قوي، فطبعا ده حدث. النقطه الجانب الفني لازم الاهلي يخش المباراه عشان يكسب، عشان كذا سنه كده حصل ورا بعض ان احنا بيحصل فيه تعثر شويه، بنخش متاخر شويه، فطبعا ده مش هينفع مع في الايام دي، لان طبعا كله عامل حساب النادي الاهلي، عامل حساب ان هو بطل افريقيا، عايزين انا من وجهه نظري انا اللي بشوفه او المذيعين لما بييجوا يحللوا المباريات او يذيعوا المباريات، انا بحس كده ان هم مش عاوزين النادي الاهلي على طول يكسب او ياخد البطوله دايما، انا حسيتها في كذا. لا هو احساس مظبوط. يعني انا حسيت كتير جدا في مذيعين يقول لك النادي الاهلي على عيننا وعلى راسنا وكبير وكل حاجه، انما مش عايزينه هو اللي يبقى. يا كابتن ايهاب اقول لك على حاجه والله العظيم مضحكه جدا، احنا اوقات اصدقائنا، احنا اصدقاء، نشوف احنا لا لعيبه ولا في الجهاز الفني ولا احنا مجرد اهلاويه ومذيعين فخلاص النادي بيجوا يكلمونا وبيتكلموا بجد، مش كفايه بقى ولا ايه؟ وانتوا هتفضلوا تكسبوا على طول؟ انا بكلم حاجه بجد كده. صح الواحد بيبص لهم يقول لهم طب يعني عايزين تكسبوا اكسبوا يعني. الواحد بيحس مش كده والله. على فكره بس حاولوا تكسبوا يعني. صحيح. احنا انا بحس كده، حتى المذيعين اللي هم بتوع القنوات اللي بتذيع ماتشات النادي الاهلي، انا بحس ان هم بيحب الاهلي جدا، انما عاوز مثلا فرقه ثانيه من تونس تكسب او فرقه من المغرب تكسب. احنا مش مانعين والله، احنا مش مانعين، طب تكسب زي ما انت عاوز. عشان كده بقول للنادي الاهلي التركيز مهم جدا ان هو يبتدي بدايات قويه، يعني البدايه دايما تبقى قويه عشان ما تخليش حد يتكلم مع يعني ايه يقول بلاش ومش بلاش لا النادي الاهلي مش كده، النادي الاهلي بيخش اي بطوله بيكسبها وعاوز يكسبها، ده قدر النادي الاهلي، وده النادي الاهلي متعود على كده ومعود جماهيره على كده، يعني هو معود جماهيره. صحيح. على كده، والجماهير مش هتقبل غير بكده، يعني الجماهير مش هتقبل بغير ان هو النادي الاهلي لازم كل بطوله يخشها لازم ياخدها. فطبعا حدث كبير، زيمبا التنزاني ده برضو من الفرق كويسه، فرق محترمه، فلازم نقدر الفرق اللي قدامنا ولازم نلعب على المكسب، يعني احنا مالناش دعوه مش هنروح نتعادل او عشان هنلعبهم تاني هنا. أيوة لا بالزبط. عشان النقط تتلم بدري عشان نبقى مرتاحين في المباريات اللي بعد كده. مظبوط. كابتن ايهاب، يعني بالامس انتظم السبعه لاعبين الدوليين اللي كانوا مع المنتخب المصري في تدريبات الاهلي بالامس، لكن مش كل السبعه لاعبين نزلوا التدريب، اثنين لعيبه اللي كانوا موجودين في التدريب، الباقي كان بياخد طبعا استشفاء وريكفري، لسه علي معلول هينضم للفريق او البعثه في تنزانيا. شايف ان النادي الاهلي يعني تقدر تقول اللعيبه هتتمرن تمرين النهارده ثم تمرين اخر هناك في تنزانيا غدا، هل فتره كافيه؟ الاجهاد هل ممكن من الامور اللي يعاني منها مستر كولر في هذه المواجهه؟ لا بص، اجهاد مش هيبقى اجهاد، احنا برضو لسه في اول الموسم. اللعيبه الدوليه لعبت ماتشين جامدين جدا، المباراتين كانوا اقوياء جدا اللي لعبهم منتخب مصر. الاستشفاء دي اللي هترجع اللعيب تاني الى حالته الطبيعيه، ده طبيعي جدا،
وطبعا النادي الاهلي او مستر كولر والناس اللي مسؤوله في النادي الاهلي عارفين يرجعوا اللعيبه ازاي بالاستشفاء وبتاع، خصوصا ان احنا لسه في اول الموسم، يعني اول الموسم لسه مش عايزين نتكلم على الاجهاد والكلام ده لانه مش هيبقى موجود دلوقتي في 3 4 ماتشات الاولانيين دول، هيبقى صعب جدا. انما الاستشفاء مهمه جدا، الريكفرنج مهم جدا للعيبه، الحاله النفسيه للعيب ده مهم جدا.